السلام عليكم، معاكم اليوم عمر او كابتن الامارات. اليوم معاكم فيديو جديد يا جماعتي، فاهم؟ اليوم عندنا الحلقة الثانية من سلسلة كريم مود ريال مدريد. اول شيء شكرا على الدعم في الحلقة الاولى، وصلنا 1000 مشاهدة و100 لايك، فاهم؟ شكرا يا جماعتي. فاهم، خلوني اقول لكم، سويت تشكيلة جديدة، غيرت عليها. الـ 4-4-2 ما كانت تنفع، فخليناها 4-3-3. بنزيما في مركز الكام، بس انا حاطنا سي اف. رونالدو في الهجوم، فينيسيوس في الجانب الايسر، ومنكونكو في الجانب الايمن. ف هي ممكن هاي اقوى تشكيلة ممكن اسويها بالنسبة لفريق مثل ريال مدريد. واتلتيكو مدريد عرض على كريم بنزيما في بداية الحلقة. لا، الحكومة مو برايح أي مكان، فاهم؟ هي خلونا نروح لأول مباراة في الحلقة، بتكون ضد فياريال، والمباراة الثانية في الحلقة بتكون ضد رايو فايكانو ولايبزيج، وفي الأخير آخر مباراة بتكون ضد ريال سوسيداد. فاهم؟ عرض يا حق بنزيما يقول لي الحين ادخل نكونكو اساسي، شي حلو. بس فالفيردي يبغى برشلونة؟ لا، ما بيروح اي مكان. فالفيردي، فالفيردي واحد من رجال مدريد. ف يلا خلينا ندخل اول مباراة في الحلقة، ليتس جو. اوكي، هذه سانتياغو، وهاي هي الأجواء خارج الملعب بين الجمهور. روديجر يخلص الكرة، بنزيما يضرب مع لاعبهم، أنشيلوتي يضرب مع مدربهم، وهم يسجل. لا، نحن نسجل، بنزيما يسجل. ف إيه يتوقعون أن بنزيما بيسجل في المباراة إن شاء الله. فبندخل أول مباراة في الحلقة، بتكون فياريال ضد ريال مدريد، أو ريال مدريد ضد فياريال. فدخول لاعبين لأرضية الملعب، كابتن فالنسيا وكابتن كريم بنزيما. يلا يا جماعتي، ليتس جو، وإن شاء الله الفوز. كرة عادت جيرارد مورينو، تسديدة تخلص من كرتوا، لأن الحين ما في أي فرصة لنا. يلا، الكرة عرضية تخلص من كارفخال، تمريرات، اوكي تخلصت. كرة اللعب سانيولو، باريخو، كرة تمريرة تسديدة لكن تتخلص من كورتوا. كرة كريستيانو يلعبها، يلا يا بنزيما، يلا يا بنزيما، أول فرصة لمدريد تكون هدف، وهدف أول. 1-0 يسجل كريم بنزيما، نفس ما توقعت. إيه، هدف أول لمصلحة ريال مدريد، يسجله كريم ابن الذمة على قولة محمد عدنان. هدف أول في هذه المباراة، هدف أول من الحكومة. ليتس جو، يلا. حلو، هدف الثاني في 3 مباريات. يلا، كرة اللعب، كرة عادت لهم، تسديدة تخلص من كرتوا. اوكي، الكرة عرضية تخلص من كرتوا بعد مرة. الكرة عرضية، بعيد كرتوا، بعيد نميلة. كرة اللعب، فينيسيوس، فينيسيوس، فينيسيوس يا سريع، فينيسيوس عدى، يلا يا فينيسيوس. الهدف الثاني، الهدف الثاني، ارقص يا فينيسيوس. الهدف الثاني في هذه المباراة، هدف ثاني ضد فياريال، يسجل فينيسيوس جونيور، هدف ثاني لمصلحة ريال مدريد.
0.3 كانت الأهداف المتوقعة، بس سجل هدف ومقص بعدها. الله عليك يا فينيسيوس. قبل نهاية الشوط الأول يخلص عليهم فينيسيوس ويسجل الثاني. يا انتهى الشوط الأول، بتقدم الملك ريال مدريد، وإن شاء الله في الشوط الثاني نسجل أهداف أكثر. كريستيانو صد الحارس. اوكي كريستيانو كنت اسوي باراشوت بس كان في مدافع قدامي. اوكي هالباراشوت ما بسويها الا اذا ما في حد قدامي. الكرة عادت جيرارد مورينو، تخلص من مندي وحش. اوكي بنزيما يلعبها للدون، يلا يا الدون. الهدف الثالث كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثالث لريال مدريد ضد فالنسيا. الله عليك يا كريستيانو، الله عليك يا الدون، الله عليك يا رونالدو. اكيد في مثل هالهجمه بيسجل انه الدون بالنسبه لي افضل لاعب في التاريخ. يلا خلوني اسوي تبديلات شويه لان نبغى نريح لعيبه. نكونكو بيطلع بيدخل رودريجو في حاجه، وهازارد بيدخل بدال فينيسيوس، واكيد في تبديل خامس فبيدخل تشواميني. يلا رودريجو فما حاجة. والهدف الرابع من رودريجو فما حاجة. هدف الرابع اتوقع اني بسمي طول السلسلة رودريجو فما حاجة. اوكي فهدف رابع خلصنا على فياريال هذه المباراة. رودريجو فما حاجة، كفو عليك. كرة تسديدة وهدف أول لفياريال. موراليس سجل هدف أول لمصلحة فياريال. خوسيه موراليس حلو الهدف. يلا توقع أن خلصنا هالمباراة. فوز 4-1، فزنا فيه على فياريال. هدف من بنزيما، هدف من كريستيانو، وهدف من فينيسيوس صح، وهدف من رودريجو فما حاجة. اتوقع اني بسوي طول السلسلة شي رودريجو فما حاجة. اوكي انتهت هذه المباراة. رودريجو فما حاجة يسجل هدف الاول في الموسم. اتوقع مشجعين سيتي بيكرهوني بعد ما شافت تسمية رودريجو عندي انا. يعني انا ما اتذكر اني انا ما شفت المباراة، لان المباراة كانت في نفس يوم مباراتنا ضد العين في نهائي كاس رئيس، لا في نهائي كاس الرابطة. انا رجعت مصدع، فهذا السبب اللي ما خلاني اشوف مباراة ريال مدريد. اوكي عندنا مباراة ضد رايو بنلعب فيها ابرز الاحداث الهجومية. اوكي هالمرة حكمة. وات حكم في حكم لمباراتنا ضد رايو فايكانو والطقم الاسود الجميل اللي ان شاء الله بيشتري في شهر 11. اوكي فرصة عرضية لصالح ريال مدريد. اوكي عن مودريتش لا اوكي بس يعني حرفيا ويكب ليه برا على الملعب. اوكي
كريم يركض بروحه. يلا يا كريم، يلا يا كريم، يلعبها الكروس، كروس يلعبها البنزيمة، هدف اول. 1-0، يسجل كريم ابن الذمة الهدف الاول لمصلحة فريقنا. ليتس جو. اوكي يلا خلنا نشوف، عندنا فرصة عرضية لصالح ريال مدريد. كرة عند مودريتش، يلعبها البنزيمة، حلوة، اخطأت. اوكي هجوم من ريال مدريد، راح النتيجة 1-0، بس الكرة عندي. ما ادري ان الكاميرا سكرت، بس اني بحاول اشوف شو الحل بعد المباراة. كرة لكريم، والكرة تسديدة، ضيعها هازارد. عرضية لصالح ريال مدريد، فالفيردي عند الكرة، تنلعب والكرة، بنزيما كان متسلم. هجمة لريال مدريد، هم ما سجلوا علينا لين الحين. حلوة حلوة، يلا يا هازارد، يلا يا هازارد، يلا يا هازارد، كيف ضيعتها؟ اوكي اهم شيء نفذنا في المباراة، بس هازارد كيف ضيع الفرصة الأخيرة؟ كامون، بس اهم شيء نفذنا في المباراة. فاهم الحين، خلوني اشوف شو سالفة الكاميرا وارجع لكم. اوكي يا جماعة، رجعنا لكم. فاهم الحين عندنا مباراتنا ضد لايبزيغ، في مباراتنا الأولى في دوري أبطال أوروبا. فهي أول مباراة في الحلقة، أو أول مباراة في دوري أبطال أوروبا. دخلت مؤتمر صحفي بالغلط، نحن طموحون، أكيد نبغى نجيب اللقب الخامس عشر أكيد. فنحن بحاجة نكون مركزين أكيد، اللاعبين يعملون بجد. فخلوني يعني ان شاء الله نلعب في المباراة ونفوز فيها. بتكون مباراة لنا ضد ايه هالمرة. اليوم نكون كل شوي تعبان، ف بيدخل رودريجو فما حاجة، ومتوقع مندي شوي تعبان بعد، بس ممكن ما عدنا اي لاعب يلعب في مكان مندي، ممكن باسكيز. ف يا خلونا نلعب باسكيز اليوم في مركز الظهير الأيمن الأيسر. فاهم، يلا خلينا ندخل هذه المباراة بعد ما نحن خطفنا من لايبزيج. نجمهم نكونكو، بس نكونكو مو بأساس اليوم. ليتس جو. كريم بنزيما هني يطلع من الباص ورا كريستيانو رونالدو، وهذا إيميل فورسبرغ وتيمو فيرنر. ف تيمو فيرنر واحد اكيد من اخطر لعيبة ار بي لايبزيج. ف هي دخلنا لأرضية الملعب سانتياغو برنابيو، تيفو لمنو، روبرتو كارلوس، واحد من اساطير ريال مدريد السابقين، وتعرفون شوتة الشهيرة ضد منتخب فرنسا. فهو روبرتو كارلوس واحد من اساطير ريال مدريد في اوائل الالفينيات. فانا ما كنت اطالع، لان انا ما اتذكر ان انا كنت اطالع كوره في هذاك الوقت، بس عارف انه لاعب اسطوري. هذا هو اللاعب روبرتو كارلوس. هي الرابع عشر على الاكتاف وعلى كتفي انا بعد. ف هي هذيل هم لعيبتنا، ومع نشيد دوري الأبطال، ومعانا سيد دوري الأبطال كريستيانو رونالدو، هداف التاريخي لدوري الأبطال، ممكن أكثر صانع في دوري الأبطال. ف هيو والكابيتانو كريم بنزيما. يلا خلونا نلعب. دانيال ما فورسبرغ يلعب لجفارديول، كرة تمريرة لتيمو فيرنر تخلص من ألابا،
كريستيانو كالعادة. فينيسيوس 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 الكرة للدون والهدف الأول 1-0 يسجل كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثامنة. الهدف الأول لمصلحة فريقنا من كريستيانو رونالدو. فان هدف جميل مجهود فينيسيوس وأول هدف في دوري أبطال أوروبا يتسجل عن طريق الدون سيد دوري الأبطال مستر تشامبيونز ليج كريستيانو رونالدو. وهذا فرحة السير أنشيلوتي والجمهور يغني فيفا رونالدو. هاي أغنية جماهير مانشستر يونايتد بس نحطوها إيه عشان إذا رونالدو ياب جول بس يلا. تو ردت لفينيسيوس فينيسيوس يلعب هذا ابن الذمة يلا يا بنزيمة يلا يا بنزيمة خلصت من الحائس. اوكي كرة عادت كريستيانو تخلصت من الحائس مرة ثانية. كرة عرضية من مودريتش تخلص مرسية من كروس. ما ادري ليش عرضياتي ما تنفع هالجسم عرضياتي جدا تعبانة. كرة عادت لبنزيمة بنزيمة كريستيانو هدف الثاني الهدف الثاني 2-0 وهدف جميل من كريستيانو رونالدو. شاتها في العارضة ودخلت في الجول. شوف الكرة لعبت لكريستيانو وتسديده يا ساتر يا ساتر يا كريستيانو. شوف الهدف الثاني لمصلحة كريستيانو رونالدو هدف ثاني في الدقيقة 33 من كريستيانو سيد دوري الأبطال. الهدف الأول لمصلحة سلتيك الهدف جاء عن طريق يوسف بولسن كان مميز بالانطلاق بالكرة في هذا الهدف. كريستيانو الثالث 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 كريستيانو يسجل الهدف الثالث وبعد وقفت الكاميرا بس انه الدون الدون كريستيانو رونالدو هتركها كريستيانو هتركها الدون هتركها بالهدف الثالث. الله عليك يا كريستيانو الله عليك يا الاسطورة كفى عليك الدون. كريستيانو سجل هاتريك فكرة اللعب فورسبرغ تسديده لخارج أرضية الملعب ممكن الهدف الوحيد في هذه المباراة. ما شو قال الحين تخيلين اتوقع ان شكلي كدخل كونكو او فالفيردي. لا اكيد ما دخل فالفيردي فدخل نكونكو يكمل مباراة عن الدون ويروح بنزيما فوق وبنزيما يكمل مباراة كمهاجم ونكونكو يكملها ككام فيرنر. بنزيما يلعبها لرودريغو فما حاجة رودريغو فما حاجة وبن بلنتي حاولت اشوت الكرة تايم شوت ولعب مقصني من ورا. اوكي فخلنا نشوف انا اقول هذا انه بالنسبة لركلات ترجيح هو بنزيمة شتها تايم اخذه بس ضيعته بس هو لونين كرة عادت تسديدة ومبلنتي لايبزيغ فمبلنتي على روديجر واندريا سيلفا يسجل
أندري سيلفا يسجل هدف الأول لمصلحة ار بي لايبزيغ. كرة اللعب لكارفخال، كارفخال فالفيردي، تسديدة خلاص من العارضة. اوكي كرة، تسديدة من فينيسيوس، يا رباه الله. اخيرا عرفت كيف اسوي باور شوت. شوف الكرة، تسديدة من فينيسيوس من 19 متر، 115 كيلو متر في الساعة سرعة الكرة، وسجل من الهدف الرابع عن طريق فينيسيوس جونيور. ننهي هاي المباراة 4-1 فزنا فيها. ودون كريستيانو رونالدو يحصل على كرة الهاتريك وخلص عليهم من الشوط الأول كريستيانو رونالدو. خلونا نعدي هذه المباراة. سلتك فاز على شختار 3-1. ترتيب المباريات هو مو بنفسه في الحقيقة بالنسبة للكارير مود، لأن ذكر إن في واحد في الكومنتات قال عن هالشيء، إن أصلا الكارير مود هذا ترتيب المباريات ماله مو بنفس ترتيب المباريات في الحقيقة، صح، وبس المجموعات في أوروبا هي الصح. فخلونا نروح لمباراتنا ضد ريال سوسيداد، بلعب فيها أبرز الأحداث الهجومية. ليتس جو، إن شاء الله نفوز فيها. أوكي، ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، كريستيانو يبدأ المباراة ويلا نلعب. هجمة معاكسة من ريال مدريد، 0-0 النتيجة. ليتس جو يا كروس، كروس يلعبها، كرة راحت لنكونكو، نكونكو، نكونكو، تخلصت، لا يا نكونكو، لا. اوكي، ضربة ركنية، نكمل، نكمل، لأن الأحداث هذه تكون وايد سريعة يعني. كرة عادت فينيسيوس لمسة ثقيلة جدا، لكن انا العب باص غلط. اوكي، هجمة من ريال مدريد، النتيجة بعدها 0-0، هالشي حلو. ما شفت ان فريقنا يلعب ان فريقهم يلعب ويسجل علي. كريستيانو رونالدو ابن الذمة يلعبها، انكونكو تسديدة تخلص لخارج قضية الملعب. بس اوكي، هجمة معاكسة من ريال مدريد في دقيقة 90، يلا بنزيمة بنزيمة بنزيمة، يس، الهدف الأول، 1-0، ليتس جو في الدقيقة 90 يا جماعتي، يعني ها العب بينية وخلاص. يس، كفو بنزيمة، كفو بنزيمة، كفو ابن الذمة. نفوز في هذه المباراة بنتيجة 1-0. كانت مباراة سريعة وحماسية. هذا الحدث الجديد فيفا صراحة صف كلهم عليه. الإضافة الجديدة، إضافة يعني يعني تضيف حماس للعبة والله، لأنه يعني أنا ممكن من الشوط الأول على طول للدقيقة 90. أوكي، كفو عليك يا بنزيما، فوزنا في هذه المباراة ضد ريال سوسيداد، كان فوز مهم في الدوري. بنزيما أكيد كان بيكون رجل المباراة. أتوقع أن هني أنا بختم هذه الحلقة، حلقة اليوم لعبنا فيها مباراة 2، 3، و4. ففي الحلقة الجاية بنخلص هذا الشهر ونروح وفي الحلقة بعد الجاية بنلعب الديربي ضد أتلتيكو مدريد. أتوقع أن لهني بخلص هذا الفيديو. لا، وصاية الفيديو، أتمنى أنكم استمتعتوا، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والجرس. كان معكم كابتن المارة عمر، مع السلامة شباب.